ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، أيها المسلمون، إن من علامة التوفيق والفلاح أن ينشغل الإنسان بنفسه وبعيبه عن عيوب الناس. لماذا كان هذا من علامة التوفيق؟ أولاً، لأن من انشغل بعيب نفسه وبإصلاح نفسه فإنه يصلح نفسه ويعالج عيبه، والمسلم مطالب بأن يسعى في تزكية نفسه وأن يترقى ويتقدم في عباد الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.